وين رايح؟ وين؟ دونا دخلت جوا. ليه؟ لف طولها يلا. طلعت فوق عند ستك، بلاش ستك تشوفها هالكيط. والله انا شفتها امي لا يغمى عليها. خليها تدخل من عندك تطلعها من الجهة التانية. والله علقت علقت علقة يا حبيبي، مش تطلع علقة. بدك تسوي قصة؟ ليش هيك طلعتيها انت لفوق؟ ليش تخليها تطلع؟ ليش تخليها تطلع؟ انا دون نقيس نقيس حطيتها هون، طلعت بالغلط ولزقت بالضرب زي ما تكتب. هون شطوره انت. نطلع البرغي هذا ونزيح الدربزين، بدناش تحشر حالها. شايف هاي كرس الدربزين؟ هاي صرها يلا دونا اطلعي. يا باي كيف لفة تعربشت مشكلة. روحي 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 هاي طلعنا نص مرة. شايف ممتاز. ضل تحت اللي تحت مشكلة. يا الله سيدك شوفنا يطلع لنا الكيت ولا خربنا له الدار. اسمع ذهب يلا روح انت من غاد. استنى شوي اسحب الدرب زين. روح طب امسك يلا روح هيك بصير لها مجال تطلع. ايوه ذهب. ايوه هاي نزل هيك بصير مجال ابراهيم. ها يا بتيجي عندي يا عندك. الو الو ايوه الو ذهب هيك يلا خليها راحتها. اطلع في مجال تسحب الدرب زين كمان. الو ايوه شو سلامات. الورم وصل لحد كتفه. ها
عادي عادي تخافش، بعاود بروح الورم عادي. انا مش شيء لا مش فيش شيء، بس لازم انام. مش بالانعاش هو؟ مش هو لسه طيب؟ خلوه لسه يا زلمه، انتوا ليش مستعجلين عليه؟ الكرصه كرصه الحي، هاي كرصه حي فلسطين، بدها كم يوم. استعجلوش، لازم ينيموه اصلا. يعني الورم طلع من الايد، الورم زاد من ايده لكتفه. مع ابوك؟ لا ما حكاش. حكيت مع اخوتك، حكوا معي امبارح اخوتك، ورجوني صورة ايده، بس ما شفت صورة كتفه انا. طيب يلا سلامته. صوش بس توصل غاد طمني انا. طيب بس توصل غاد صور لي كتفه اشوفه. طيب ماشي سلامته. ايوه خليها تنزل، اعطيها مجال تمشي شوي. ابراهيم بلاش تجرح حالها الحية. دشرها لحالها ترخي حالها. ايوه هيك صارت تطلع في حالها. شو خليها تمشي بالعكس. يلا انزلي دونا، خليها تطلع من هان. خليها تمشي. وين بدها تمشي هي؟ وين بدها تروح؟ خليها اذا نزلت لتحت دشير، هاي بتمشي في جسمها لحالها. ايوه يلا هاي لحالها بتصير تمشي شوي. تشدش عليها. هي احسن طريقه، خليها تلف علي هيك. هي لما تلف علي تسحب جسمها، شايف كيف؟ هيك بتنزل. ايوه اخيرا طلعت. كله منك يا نتال، كله منك. سنانك مكسرات ما كلهم الفار. لا يلا هات المتر بسرعه، يا برا بسرعه. اعطيني المتر بسرعه يفرد حالها. بسرعه بعدين اعطيني المتر بسرعه. هاي ورا مرمي بسرعه، لف من الغاد. يلا بسرعه هات. قديش هذا بالبستول؟ امسك متر ونص. قديش هذا بالبستول؟ متر ونص. بس خلص يعني 4.75 تقريبا. خليها توضك. ايوه عندك. انزل تعال. ايوه خليها ترجع حالها اكيد. امسك شوي. امسك. تبعد الثاني. حطيت من جسمها ابراهيم على هاي. وين راس الحية؟ لبرا. تصور بينا، صورنا كيف. طبعا الاصل هاي دونا
ممنوع المشبك القوي. طبعا هاي الحيه انا بكفلها انها بتعضش، انا شفت حدا بكفل حيايا انا بكفلها لدونا. اوعى تعلق كم مرة. لا بدناش تفوت هنا. قول لا هون لا لا ارجع بالعكس بدك تسمع طولها 4 متر ونص هون لسه بتطول كثير. طبعا دونا هاي انا بكفلها انها ما تقعد بتاتا. ما شفت حالها بكفل حياة ليه؟ انا بكفلها. طبعا هاي اذا عضتك في الوجه هان سلامتك وتعيش. تمزع وجهك بتطلع اسنانك يعني فكها قوي. هاي بتقدر تمسك غزال 20 كيلو بتقدر تمسكه وتطحنه عادي ولا اسهل منه. اسنانها قويه بتمسكه في اسنانها بتلف عليها 20 25 كيلو بتمسك اتخن غزال فيعني بتستهينش بتلمها اسنانك. دونا دونا ارجع انا بكفلها انها ما تعضش. شو مالك خفيش؟ تعالي علي اذا بدك تنزلي. ليش بدك تنزلي؟ انزل علي. انا كنت حاجة امسكي معي. هاي وين مسكيها؟ من الباب روحي من الباب امسكيها. من ورا من ورا من ورا امسكيها. امسكيها منيح. امسكي. خلاص وديها برا.